جامعه محمديه سي خشاني يعني القراءه ديالكم الجامعه ديال المحمديه في الدوره ديال اليوم، وايضا يعني كيف كتشوف هذه الاتفاقيه ديال الشراكه اللي غادي تبرمها جامعه المحمديه مع نادي شباب المحمديه او شركه شباب المحمديه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بالنسبه للدوره اليوم تاع اليوم كانت واحد النقطه اللي هي تثير الفتن، هي الشراكه مع فريق الشباب المحمديه. انا كنقول بان خاص فرق هو الانسان يفصل بين السياسه والرياضه، اذا لان الرياضه للجميع، الرياضه كتحن واحد اللوغو تاع الجسم السليم، العقل السليم في الجسم السليم، اذا خاص يكون واحد سلامه من جميع الدسائس في هذه الرياضه. لان علاش؟ لان الانسان ملي كتحط الشراكه اذا كترهن الرياضه لفئة معينة، ما الرياضة هي اللي خاصها تكون الجميع، يعني خاصها تكون جميع الفرق تستفد من الملعب، لأن الملعب هو إرث تاريخي، هو مكون من مكونات لها قداسة في الفكر أبناء الفضاليين. لأن بالنسبة ليا بعد يعطيو يديروا السياسة ويديروا التنمية ويديروا، كاين بزاف سميتو، كاين لأن إلا كان دخل كحزب بالأطر تاوعو كيسمى بأن حزب رجال الأعمال، إذا خاصهم يعطيو ما خاصهمش ياخذوا. لأن أما المجلس راه تعتبر الشباب المحمدية والنادي الشباب المحمدي هو الإبن المدلل، عطاتو 3 مليون درهم، عطاتو جميع سميتو، كاين اتفاقيات على قبل الكار، كاين اتفاقيات، اذا الابن المدلل لا ملي كتشعر بان الاب تاع قرب الانتهاء تاعو للولايه ما طالبوش بارث خرد وتدي ليه من جيبو، خاص هذاك الارث يبقى لابناء جميع ابناء المحمديه، هما يعني جميع الفرق في المدينه المحمديه. والسلام عليكم.